بسم الله الرحمن الرحيم. أنت من أهل الدنيا وأنا من أهل الدنيا وجميع من يشاهدنا من أهل الدنيا، فأحد الموتى يقول أبلغ أهل الدنيا السلام، جزاهم الله خيرا، فإنه يصل إلينا أمثال الجبال من النور. ما قصة هذا المنام؟ حكى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح عن أحد العلماء وهو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، أحد العلماء الكبار، وترجمته موجودة في الكتب. يحكي عن نفسه أنه جاء من الشام إلى البصرة، فجاء متعبا، فيبدو أنه دخل على منطقة فيها مقابر أو شيء. قال: فتوضأت وصليت ركعتين على جنب كده. قال: ثم استندت إلى قبر فنعست، فسند براسه فنعس على هذا القبر. فرأى صاحب القبر يقول له: يا هذا، قد آذيتني منذ الليلة. لأنه إيه؟ سند على القبر، لأنه لا يحسن بالإنسان أن يدوس على قبر ولا أنه يستند على القبر أو يطأ القبر كما يفعل بعض الناس. آذيتني الليلة، إنكم تعملون ولا تعلمون، ونحن في دار نعلم ولا نستطيع أن نعمل. هذه طبيعة الدنيا، نحن نعمل لكن لا نرى ما وراء، لا نرى الجزاء، لا نرى الآخرة، فنعمل على أساس الإيمان، وأمامنا حاجب أو حاجز يحجز عنا الغيب، وهم قد دخلوا في عالم الغيب وأصبحوا عند الله وعلموا جزاء الأعمال. فنحن نعمل ولا نعلم، يعني ما نرى ما يراه الموتى، وهم يعلمون ويرون ولكن لا يستطيعون العمل. قال: والله الركعتان اللتان ركعتهما، يبقى هو قال ثلاث جزئيات، الأولى قال أو أربعة، قال: قد أذيتني منذ الليلة، يعني أنت أذتني أنك استندت أو نمت على القبر، دي واحدة. ثانية قال: إنكم تعملون ولا تعلمون، ونحن في دار نعلم ولا نستطيع أن نعمل، يعني نوع من الحصر. ثالث شيء قال: والله هاتان الركعتان اللتان ركعتهما أحب إلي من الدنيا وما فيها. وبعدين قال عبارة جميلة جدا ذكرها ابن القيم، وهي يعني باعتبرها تبليغ مني للدنيا، لأهل الدنيا. قال: إيه؟ جزى الله أهل الدنيا خيرا، أقرئهم منا السلام، فإنه يدخل علينا من دعائهم نور أمثال الجبال. فهذه أقولها لكل إنسان له ميت، وما من أحد منا إلا وله ميت. فيعني ده تذكير بالدعاء لأمواتنا، فرحم الله آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماءنا وأحبابنا ورحمنا معهم، فلأنه الدعاء للميت كما ذكر يأتيهم نور كثير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قبور موتانا وأن يذكرنا من بعدنا كما نذكر من كان أمامنا، ويرحمنا ربنا جميعا وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.